نتحول واياكم مباشره الى كلمه المندوب السعودي لدى الامم المتحده. عنها لابقائهم على قيد الحياه. كما نؤكد على أولوياتنا للعمل نحو السلام وندعو للالتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدوليه. ان الازمه الحاليه هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن انهاء الاحتلال وانفاذ حل الدولتين. وإن السكوت عن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية سواء على مدار السبعين عاما الماضية أو خلال الفترة الأخيرة هي ما أوصلت المنطقة إلى الأزمة الحالية، وإننا نعيد التحذير من احتمال اتساع رقعة الصراع بما يهدد جميع شعوب المنطقة والأمن والسلم الدوليين. السيد الرئيس في ظل الحصار والقتل والتهجير وتخاذل المجتمع الدولي وعجزه حتى الآن عن الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، فإننا نعرب عن استيائنا من ازدواجية المعايير والانتقائية تجاه الأزمة، ونعرب عن أسفنا العميق من التردد تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني في التمتع بحياة كريمة أو إدانة المأساة الإنسانية الحالية التي يعيشها السيد الرئيس السيدات والسادة إن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذه المنظمة واليوم نراها عاجزة عن القيام بدورها المناط بها مع تأخرها في التوصل إلى حل يعالج هذه الأزمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الانساني. وكل ذلك يزعزع الثقة في آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها. وهو ما سينعكس سلباً على قدرتنا جميعاً على حفظ السلم والامن الدوليين. إن تحقيق ميزان العدالة يستوجب ألا ينظر، ألا ننظر إلى الأحداث الجارية من مشهد واحد ومن هنا أود التأكيد على ما ذكره معالي الأمين العام للأمم المتحدة بأن من الضروري الاعتراف بأن تلك الهجمات لم تأتي من فراغ فقد عانى الشعب الفلسطيني من احتلال خانق دام ستة وخمسين عاما لقد آن الأوان لأن تطلع المنظمة بالمسؤوليات التي أنشئت من أجلها وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وجادا لايقاف قتل المدنيين العزل وانهاء الحصار ويكفل سرعه دخول المساعدات الانسانيه والاغاثيه من غذاء ودواء وما للحيلوله دون تعاظم الماساه الانسانيه ويمنع توسيع دائره الصراع وتعريض الامن الاقليمي والدولي للخطر السيد الرئيس تبذل حكومه بلادي جهودا مكثفه في التواصل مع الدول الشقيقه والصديقه لايجاد حل عاجل وعملي يوقف النزيف ويضع حدا للتصعيد وينهي دورات العنف المستمره والمتزايده واذ نعمل من اجل مستقبل افضل لمنطقتنا ونتطلع لان تنعم بالسلام والاستقرار والتنميه فاننا نكرر مطالبتنا بدفع عملية السلام, عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الامن والامم المتحده ومبادره السلام العربيه الراميه الى ايجاد حل عادل وشامل واقامه دوله, دولة فلسطين مستقله وفق حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقيه بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار للجميع. ختاما السيد الرئيس إننا ندعو الدول الأعضاء لرعاية ودعم مشروع القرار المقدم هذا اليوم والذي يصب في مصلحة الأمن والسلم الدوليين وشكراً